بقى انا كنت طيبه معاكي يا هنونة جدا لان انا بحبك. حبيبي هما بقى ما اضمنهمش، عادي انا هريح، ما عنديش مشكله وانتوا مع بقى حد. اقعدوا مع بعضيكم. طب عايزه تبداي بمين، شيخ العرافين ولا العرافه؟ ابتدي بالاقصى. مش انتي بتقولي مفيش رجاله؟ خلينا نجرب بقى بالست الاول. قولي يلا يا عرافة. الله الله الله، احنا هنغلط من اولها ولا ايه؟ هي دافعت عني على فكره، انا شفت قد ايه طيبه انا. منيحه ما جاوبتش. منيحه استنيلي. كويس، بتقول لك منيحه. حبيتك كتير. بصي انا مش طايقه الراجل بتاعي، بس هخليه يبتدي معاكي هو عشان نسمي كده. اسكتي شويه، اتفضل يا استاذ. رخله سخنه كده ليه؟ ما تهدي. انا هاديه اهو، يلا قول اللي عندك. بلاش مشاكل، احنا في رمضان. لا احنا بتوع مشاكل بس على فكره. سامح كريم، واحنا شهر كريم. بتقول لك احنا بتوع مشاكل بس. اكتر حاجه بتجننك في حياتك لما تزيدي كيلو او تتخني نص كيلو. نص كيلو، نص كيلو اذا تزيد. عندك فوبيا؟ لا عندي فوبيا فوبيا فظيعه. في ناس كده على فكره. انا منهم. اه والنهار اللي ما بعمل فيه سبور، بروح على الجيم، ببقى متوتره يعني. واليوم منه انت. فانا بقول لك ايه يا ستنيلي، انت بيهمك شفت الذوق. هي قالت لي ست نالي وانا قطعت لك نالي. احنا عادي، فيك تقولي لي نالي انت الوحيده. هو بيقول ست نالي، انت تقولي نالي عادي. عليك بكلمتين بس في الاول. شيخ العرافين بيقول اللي هو عايزه يا نالي. انت كده دايما عامل لنا مشاكل مع الناس. حاولنا معاه مش نافع، ما جاي من يعني. طيب بص، انت تقول اللي انت عايزه وانا ممكن ما ردش على قله الادب بتاعتك. صح، احبك وانت فيمينيست. شفت، انت قول اللي انت عايزه وانا حقي بقى. صح، اظبط نفسك. لسه بتمضي على شيكات على بياض ولا بطلتي؟ انا امضي على شيكات على بياض ليه؟ علشان ايه؟ شفتي شكلك بتكذبي. والله بيعرضوا عليكي شيكات على بياض. انا لو ضحكتي انا شكلي بكذب. انت عشان تعملي حفلات خاصه. انا بمضيها بكون هن لازم يمضوها. على فكره هلا معلوماتك، انت فاهم الموضوع غلط. لما حد يقدم لحد شيك على بياض يعني هو شاريه، يعني حط المبلغ اللي انت عايزه وانا همضي عليه. حصل. طيب يبقى هو صح. لا من هو مين صح. من مين؟ لا مش هقول من مين ده. يعني انا طيب عشان ايه تعملي ايه اليوم؟ حفله ولا تعملي مثلا شريط ولا تعملي حفله خاصه ولا انك تعملي اغنيه؟ لا هو اتعرض علي كتير بالحياه اغراءات وحاجات كتير مش ضمن اقتناعاتي الفنيه وحدودها اللي انا رسمتها لنفسي، فرفضتها بكتير من الاوقات. عندك حاجه يعرفها؟ انا عندي حاجات كتير، بس هي تبص لي كده وتبطل بقى اللي هو لا واصل لا.